It will be a different game. It's a different competition. Knockout. So we know we don't have any choice to win. So we have to give everything during 90 or 120 minutes to give our best to reach the semi-final. مباراة جديدة بوضع مختلف لأنها مباراة كأس ومباراة خروج مغلوب مما يعني أنه لا يوجد لنا خيار سوى الانتصار في هذه المباراة للتأهل إلى المرحلة المقبلة وهذا يعني بأنه يتوجب علينا إعطاء كل ما لدينا وأكثر من ما لدينا 93 دقيقة التي قد تمتد إلى 120 دقيقة خلال هذه المباراة بالانتصار والتأهل في إلى الدور المقبل. كيف يتوقع سيناريو المباراة خاصة أنها تأتي بعد 15 يوما من لقاء الفريقين؟ Coach, how do you see the match scenario after 15 days from both teams first later? Like I said, it was the same case against Al Nassr. When you are playing the same team in the short period, it's never easy. But look, we look forward to qualify, so we have to face strong team in a certain point in the competition, and Al Jazeera, they are one of the strongest team in the country. And this is big game for us, but this is also big game for Al Jazeera. So it will be a big battle. في الواقع لن تكون مباراة سهلة. وكما قلت في مباراة النصر ليس من السهل تواجه نفس الفريق خلال فترة قصيرة. وهذا الموضوع أيضا ينطبق على مباراة ضد فريق الجزيرة. لذلك نحن لا نتوقع مباراة سهلة خصوصا أننا سوف نواجه أحد أفضل الفرق في الدورة فريق الجزيرة فريق كبير فريق قوي فريق صعب لذلك نحن لا نتوقع أي شيء سهل في هذه المواجهة ضد فريق الجزيرة علينا أن نبذل قصارى وسعنا ونحن نمتلك الحافز الانتصار والتأهل إلى الدور القادم لذلك يجب علينا بذل ما في وسعنا لأن المباراة بدل أن تكون سهلة. كيف استعد الوحدة لمواجهة المنافس المنتشي بالفوز بكأس السوبر؟ Coach, how the team is prepared, especially that Al Jazeera is motivated after winning the Super Cup? Look, we are also motivated. Every game we want to win, doesn't matter the competition. So we will do everything to beat Al Jazeera. This is our target, of course. أيضا نحن نمتلك الحافز الكبير للانتصار والتأهل في هذه المباراة وهذا هو وضعنا في الواقع في كل مباراة نمتلك حافز للانتصار في كل مباراة والانتصار في المباريات التي بعدها والانتصار في جميع المباريات هذا هو فريقنا وهذا هو هدفنا في هذه المباراة وهذا ما يجب علينا أن نفعله بكل تأكيد. Last question آخر سؤالين هل نتوقع مفاجأة من المدرب في المباراة؟ Coach, will you make any surprises in this game? We will see the day of the game. I cannot answer now, but we have still 2 days to prepare the game, and inshallah we will be ready. سوف نرى هذا في يوم المباراة. الواقع لدينا الآن يومان للتحضير حتى يوم المباراة، ولكن يجب علينا الاستعداد بالصور الأمثل لها. Last question, آخر سؤال. هل هنالك غيابات؟ Any absences, coach? Yes, we have absence with Bargash, Lucas, Khalil. We have little bit problem with some player injuries, but that's part of the football. And I trust all my group, so we have enough quality player to replace them, and inshallah everything will be okay. نعم سوف يكون غيابات اللاعب محمد برغاش ولوكاس وخليل ابراهيم هي غيابات دواء الإصابة ولكن هذا هو جزء من كرة القدم يجب علينا أن نتعامل معه وأنا كل ثقة بالمجموعة الموجودة وباللاعبين البدلاء الذين سيحلون مكان هؤلاء اللاعبين بأن يقدموا الأفضل ويكونوا البدلاء المناسبين.